هلا والله شباب، اخباركم؟ ايش مسويين؟ وياكم اخوكم احمد نشيط، رجاكلورنا قناه ديفلز جيم، موقعنا ديفلز جيم دوت نت. واليوم عندنا مراجعه وانطباعنا عن لعبه ريمبر مي. طبعا لعبنا اللعبه، والنسخه اللي لعبت عليها كانت نسخه البي سي. اول شيء الجرافيك حلو صراحه وعجبني. اللعبه تدخلك في العالم مع البطله الشخصيه اللي تحركها نيلن في نيو باريس، او في باريس الجديده في سنه 2084. اللعبه عالمها صاير خليط بين الواقع اللي نعيشه الحين والمستقبل. من البدايه راح تتعرف على العالم، على الشخصيه، على القدرات الخاصه فيها. اكثر شيء عجبني في اللعبه هو نظام القتال، ذكرني بلعبة باتمان بشكل كبير، من ناحية شلون تنتقل من عدو إلى عدو ثاني، شلون تسوي الكومبو، وغير هاي أنت تقدر تحدد طريقة القتال اللي تبيها وطريقة الكومبو اللي تبيها. فمثلا في الألعاب الثانية يفرضون عليك أن تضغط مربع 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 علشان تسوي الكومبو، أو مربع مثلث مربع، أو مربع دائرة مربع، أو مربع إكس مربع، أو إكس إكس إكس، يعني الحبات معروفة، الكومبو معروف. في هاي اللعبة انت تحدد الشيء اللي انت تبي، شلون طريقة القتال، شلون طريقة انك تنتقل من شخصية الى اخرى، شلون قوة الضربة، شنو فائدة الضربة نفسها. فمثلا في ضربات اذا ضربتها، يعني اذا كملت الكومبو صح، راح تحصل على طاقة اضافية، يمكن تحصل على ستامينا، يمكن تحصل على شيء اضافي، يمكن تكون الضربة اقوى في النهاية انها تصير لها نكهة. فانت تختار، وانت اللي تسوي النظام الخاص فيه. الشيء الثاني اللي عجبني هو الميموري ريمكس، يعني شلون تدمج الذكريات وتاخذ الذكرى او الميموري. اذا اخذتها راح تتعلم اشياء عن القضيه او عن الموضوع اللي صاير. غير انك تعرف هاي الاشياء، تقدر تغير من تفكير الشخصيه. مثلا يمكن انك، خلينا نقول ان هاي الشخص ما قتل احد وبريء، تقدر ان تخليه يعتقد انه قتل شخص ثاني، لانك انت دخلت في عقله. وشنو سويت؟ لعبت في احاسيسه، لعبت في ذكرياته، وخليت ذكريات وهميه تدخل في مخه وتخليه يعتقد انه هو سوى الجريمه. او يمكن بالعكس، يمكن شخص سوى الجريمه، يمكن انت تبي تخليه انه ينسى انه ما سوى شيء وانه ما قتل هاي الشخص. فأنت تختار وتقدر تحدد شلون الذكرى تكون. يعني الريمكس يمكن يكون من خمس عمليات، إنه لازم تسوي خمسة أشياء علشان تضبط عملية الريمكس وتكون حلها بيرفكت، أو إنك تسوي بس ثلاث خطوات من الخمس خطوات أو ست خطوات وتحصل على نتيجة غير اللي انت كنت مخطط لها. انت تحدد، يعني هاي شيء حلو في اللعبة، غير انك تحدد شلون طريقة القتال، انت تحدد طريقة شلون سير القصة، او طريقة انك تاخذ المعلومات. هاي الشيء ما تحصله في العاب واجد. الاعداء مختلفين، في اعداء واجهوني صراحة قعدت معاهم افكر شلون اقتلهم. فتحتاج انك تطور من الشخصية وطريقة الكومبو، وتغير من طريقة الكومبو مع كل شخصية. مو كل عدو راح راح تكون نفس التجربة معه. راح تحاول انك تستخدم كل الاشياء اللي تعلمتها في اللعبة علشان في النهاية تقضي على الاعداء. الاشياء اللي ما عجبتني في اللعبة، احس ان الكنترول، يمكن لان انا متعود على العاب البي سي، بس كان شوية صعب، إنه ثقيل، إنه ككومبو كشيء. اضطريت إنه أوصل كنترولر على اللعبة على الكمبيوتر عشان ألعب. وبعد بالكنترولر كان شوية تحكم في ديلي، يعني كان في كأنه لاج. وحق لعبة فاست أكشن فيها كومبوز، وتذكرك باتمان، وتذكرك في أساسن كريد في التسلق، وتذكرك في ألعاب ثانية، تحتاج ان تخلي اللعبة تكون اسرع في ناحية التحكم. هاي العيب اللي صادني. وفي مشاكل في الاصوات في بعض المناطق، في اداء الشخصية، احس ان اللبس، يعني حركة شفايف الشخصية ساعات ما تكون صح، بس مو في السيناريوات، يعني في الكاتسينز، لا في داخل اللعبة. ساعات احس ان الشخصية ما قاعدة تتكلم، بس شفايفها ما قاعد تتحرك، وهاي صراحة يعني عيب. في مشاكل في الظلال، وفي مشاكل في
الإضاءة شوي في اللعبة في بعض المناطق، بس ما راح تأثر على تجربة اللعبة. يعني أنت ما قاعد تحكم على اللعبة بس من ناحية الجرافيك، على التجربة كامل. في النهاية صراحة اللعبة عجبتني وانصحكم أن تجربونها. اللعبة أنا ما أحب أعطي تقييم أو أعطي رقم، لأن الرقم أحسه ما يأثر، بس أنصحكم أن تجربون اللعبة. في الوقت الحالي هي من أفضل الألعاب الموجودة في السوق، وراح تعطيكم تجربة فريدة، تجربة غير عن الألعاب اللي تعودنا عليها من ناحية الأكشن، القصة، من ناحية الميموري ريماكس، من ناحية الكومبوز. إذا تحب ألعاب الأكشن والأدفنتشر، أعتقد أن هاي اللعبة راح تنال عرضاك. إذا حابين أن تعرفون كم أعطيها، أعطيها من 7.5 إلى 8، يعني هاي التقييم اللي تستاهل اللعبة. اللعبة تسوى الفلوس اللي راح تدفعها عليها. قولي رأيكم إذا جربتوا اللعبة، هل راح تشترون اللعبة؟ شنو الشيء اللي عجبكم في اللعبة إذا لعبتوا اللعبة، أو إذا جربتوا الديمو خاص في اللعبة؟ قولي رأيكم، وإن شاء الله راح أقرأ كل شيء في الكومنت سكشن. كان وياكم أخوكم أحمد نشيط، أتمنى أن أفادتكم المراجعة أو التقييم السريع أو الانطباع الخاص عن اللعبة. نشوفكم إن شاء الله، ومع السلامة. Subscribe and follow Devil's Game. So cute. Thank you.